طلع عليك كذا. من ضمن الدراسات، يعني بما انك انت تعرفني انا مهتم في هذا الموضوع، من ضمن الدراسات اللي انا قراتها ان هناك في فروق بين الجنسين في التعبير عن الغضب. طبعا دائما مفهوم الغضب مفهوم ذكوري، بس نعم من ضمن التعبير عن الغضب الذكور دائما التكسير، الضرب، العدوان، القتال. الاناث يظهر عليهم التعبير عن الغضب عن طريق الصراخ، العناد، البكاء، الانطواء. فمن ضمن يعني بعض الاخطاء في العلاج النفسي، ممكن المعالج النفسي لما تجي للمسترشدة أو شخص تحتاج المساعدة يشخصها أنها مكتئبة أو يشخصها أنها شيء، مع أنها هي لا، هي منطوية أو تبكي دائما، عندها نوبات غضب، هي ما نعم هي مكتئبة، وأحيانا يكون الغضب داخلي. وبعض الأحيان يكون الغضب داخلي. ممتاز. كمان في فروق بين المتطلقين على حسب، في حدود علمي يعني نعم لما قرأته من ضمن الدراسات، في فروق بين المتطلقين والمتزوجين في الغضب. نعم يعني وجدت بعض الدراسات أن متوسط المتطلقين أو المطلقين أعلى من متوسط المتزوجين في الغضب. بس لأنه مو الضغط، أعتقد ضغط الظروف اللي ظروف الطلاق إيه لها، يعني بعد الطلاق إيه بعض الحريم أو بعض النساء تصل العلاقة بينها وبين زوجها إلى يعني شبه طريق مسدود، وتقول خلاص أنا أبغى أنفصل. زين، طبعا ما تحسب حساب ما بعد الانفصال. ففي اللحظة، وبحكم أن المرأة عاطفية، فالمرأة بحكم أنها عاطفية تغلب عليها العاطفة وتضغط عليها العاطفة، فتطلب الطلاق وتعتقد أن الطلاق هو الخلاص من هذا الكابوس اللي تعيشه مع هذا الرجل. أحيانا صحيح قد يكون الطلاق هو وسيلة الحقيقة للتخلص من مأساة تعيشها هذه المرأة، لكن أحيانا الطلاق ليس هو الحل، ولكن لعاطفية المرأة تطلب الطلاق، وحينما يتحقق ويحصل الطلاق تبدأ الأزمة التي هي لم تستشعرها من قبل.